أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم جينا لكم بموقع استثماري، موقع الاستثمار عملة تي ار اكس. كما ترون عند التسجيل يعطيك 10,000 تي ار اكس مجانا عند التسجيل بقيمة تقريبا $1000، ولكن لتفعيلها عليكم أولا الإيداع. كما ترون للتسجيل تضغطون على الرابط أسفل الفيديو وتتركون هذا الكود مكانه، وهنا تدخلون رقم الهاتف، وهنا كلمة السر، وهنا إعادة كلمة السر، وتضغطون على ريجستر. إذن هذه الواجهة الرئيسية للحساب الخاص بي. كما ترون يعطي 10,000 تي ار اكس عند التسجيل، وعند الإيداع ستتفعل لكم. للإيداع تضغطون هنا على ريشارج. كما ترون هنا خطتين، في التريد يعطيك 5% على الإيداع الخاص بك. إذا للإيداع تضغطون هنا على ريتشارج، وهنا يمكنكم الضغط هنا إذا أردتم الاستثمار في البيزك أكاونت، وهنا تو الانفستمنت أكاونت. إذا نختار هنا البيزك أكاونت. إذا سنرسل لهم مبلغ، أقل شيء للإيداع هو 5 تي ار اكس. سنرسل لهم مبلغ على هذه المحفظة، سنقوم بإرسالها ونرجع إليكم. إذا كما ترون هنا أدخلنا المحفظة الخاصة بالإيداع ونضغط هنا، وبعدها سنضغط على withdraw لكي يتم السحب بنجاح. إذا كما ترون تم السحب بنجاح. الآن سوف نرجع للموقع. كما ترون بعد أن قمنا بالسحب سنضغط على Recharge Completed، وبعدها بعد أن تكتمل الكونفيرميشن سيظهر في الحساب الخاص بنا. إذا هكذا هي طريقة الإيداع. إذا بعد أن يتم احتساب الإيداع ستظهر لنا هنا، وبعدها سيكون لدينا daily limit، يعني كل يوم سنستطيع سحب مبلغ معين. سننتظر حتى أن يأتي الإيداع ونرجع إليكم. إذا كما ترون الآن تم الإيداع بنجاح 5 تي ار اكس، انضافت إلى الرصيد الخاص بنا. الآن أصبح بإمكاننا السحب. إذا رحنا إلى الويذدراو هنا كما ترون أصبحنا نقدر نسحب تقريبا يوميا، نسحب 0.25. كل ما علينا هو وضع المحفظة هنا والضغط على سبميت. سنأتي بالمحفظة الخاصة بنا ونرجع إليكم. إذا كما ترون سندخل المحفظة الخاصة بنا هنا، والديلي ليميت هو 0.25، وبعدها تدخلون المبلغ الخاص بكم. الآن ليس لدينا بالانس كما يقولون هنا، وتقومون بالسحب هكذا. وهنا البروموشن أكاونت ليس لدي حددنا للسحب، وهو عن طريق الحالات، أي مبلغ تجدونه هنا يمكنكم سحبه مباشرة. وهنا الجيفت أكاونت يمكنكم أيضا سحبه إلى غير ذلك. إذا هذه طريقة الإيداع والسحب. كما ترون الإيداع الآن شغال، وستأتينا عليه أرباح مباشرة. إذا كما ترون هنا التيم يمكنكم رؤيته من هنا، الحالات، وهنا البارتنر، هذه هي البارتنر الخاصة بهم. كما ترون هنا يقولون أنهم عاملين شراكات مع كل هذه المنصات إلى غير ذلك. وكما ترون هنا بوين مول سكور، وهنا الديلي جيفت، الجيفت اليومية. كما ترون عند الوصول إلى 100 تي ار اكس وأيضا الانفايت يمكنكم الحصول على بعض الجيفتات إلى غير ذلك. إذا تدخلون هنا المحفظة، وهنا السيكوريتي الخاص بكم. إذا هذه الروارد، وهنا الجيم يمكنكم عمل بعض الألعاب إلى غير ذلك. وهنا الأكتيفيتي يمكنكم التواصل معهم من هنا.
إذن سنرجع إلى السحب وترون الآن لا يمكننا السحب. إذن وهنا الانفستمنت تظهر لكم الخطة الخاصة بهم وهي 5% يوميا. من هنا يمكنكم عمل بارتسيبينج لهم. هنا الانفستد ليست إلى غير ذلك. هنا طريقة الإيداع، وهنا الشير هو الريفير الخاص بكم، يمكنكم الربح منها أيضا. كما ترون هذه هنا هي الماين. الإيداع الخاص بنا هو 5. يمكنكم عمل تيكت من هنا إذا واجهتم أي مشكلة في الموقع. وهنا الديبوزيت وهنا الويذدرا. إذن بعد إيداعنا لهذه الخمسة، يعني 5% ستكون الديلي ليميت، يمكنكم إيداع سحبها إلى غير ذلك. كما ترون هنا يمكنكم وضع المحفظة الخاصة بكم، وهنا نضع 0.25 والكود هنا، ثم تضغطون على withdraw. كما ترون تم السحب بنجاح. سنذهب الآن لكي نتأكد إذا وصل السحب أم لا. إذن كما ترون معي هنا الديبوزيت تم بنجاح، وصلتنا 0.25 TRX بنجاح، ووصلتنا على حسابنا، يمكنكم رؤية التاريخ إلى غير ذلك. إذن السحب يتم بطريقة مباشرة أيضا. إذن تقريبا هذا كان كل شيء في الموقع. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وليصلكم جديدنا دائما.